سلامتو فحتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. ام درا بديتو كتوجدوا حليوه هاد العيد ولا مازال؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه جديده ديال لي سابلي، كيجيو رائعين جدا في المذاق. غادي نقدمهم لكم باشكال جديده وراقيه كيف ما عودتكم، وكما كتشوفوا صوبتهم بواحد لي زومبورت بياس اللي توصلت بهم من الموقع ميني ميس شوغر، اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وبما انهم عجبوكم بزاف، انا عندي لكم مفاجاه في اخر الفيديو. يلا ما نكثرش عليكم بزاف في الهضره ونبدا نحضروا السابلي ديالنا. غادي نحتاجو 600 غرام ديال الطحين، 200 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال المايزينا، جوج بيضات، سكر لافاني، يمكن لكم تستعملوا لاغوم اللي كتبغيو، و 200 غرام ديال الزبده اللي غادي تكون بحراره الغرفه. اول حاجه كنضربوا الزبده مزيان حتى كتولي لينا كريمه، يمكن لكم تستعملوا الروبو اولا تخدموا العجينه ديالكم بيديكم، غادي تحصلوا على نفس النتيجه. من بعد كنزيدوا سنيده والسكر لافاني وكنستمروا في الخفق لمده تقريبا جوج ديال الدقائق. من بعد كنضيفوا البيض ومايزينا تدريجيا، كنخليو دائما الطحين هو الاخر اللي كنضيفوه بشويه بشويه حتى كتجمع لينا مزيان العجينه. فقط للاشاره بغيت نقول لكم بان الكميه ديال الطحين ماشي مضبوطه 600 غرام، يمكن لكم تستعملوا اكثر او اقل بشويه على حسب النوعيه ديال الطحين، داكشي علاش كنزيدوا الطحين العجينه ديالنا بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه مزيان. كناخذوا العجينه ديالنا وكنقسموها على جوج وكنديروها في البلاستيك الغذائي وكنحطوها في الثلاجه على الاقل 30 دقيقه. من بعد كنطلقوها بالمدلك، ولكن ضروري ما نستعملوا لو بابي كويسون من التحت ومن الفوق باش ما كتلصقش لنا العجينه. من بعد كنقطعوها بالقطعات ديالنا، الا حسيتوا باللي بدات العجينه كتلصق لكم مع القطعه بقاو تفندوها في شويه ديال الطحين او لا مايزينا. انا العجينه ديالي كانت بارده مزيان، داكشي علاش ما لقيتش صعوبه باش نقطع. استعملت هاد القطاعات هادو على شكل باشكال جميله ومتنوعه، كيجيو في انكيت خاص بالعيد، كاينين ديال العيد الكبير والعيد الصغير. بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المغرب غادي يلقاوهم بسهوله عند المحلات مستلزمات الحلويات، اما بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في فرنسا يمكن ليهم ياخذوا هاد القطاعات هادو في الموقع اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف مع ان كود برومو باش تستافدوا بواحد التخفيض ديال 20% في هاد الكيت هذا ديال العيد الكبير او ديال العيد الصغير، وحتى الخميسه حتى هي، حيت كانوا كيسولوا لي الناس بزاف ملي كتشري الطابع ديال الخميسه، دونك حتى هو غادي يمكن لكم تستافدوا منه اون غوميز ديال 20%. غادي نخلي لكم لو كود برومو في اخر الفيديو. من بعد ما قطعنا لي بتي سابلي ديالنا كنديرهم في البلاطو ديال الفران اللي كنديروا فوق منه لو سيلبات او ورق الطهي، وكندخلوهم يطيبوا تقريبا 15 دقيقه في الفران اللي سبق لنا وسخنا على درجه حراره 160. دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين بعجينه السكر، غادي نوريكم كيفاش تحصلوا على شكل رخامي اللي كيجي المنظر ديالو رائع في السابلي. ولهذا غادي نحتاجو لعجينه السكر بالوان مختلفه، انا استعملت هذا اللون الابيض والموف اللي خلطتهم بهذا الشكل هذا، وكنقطعهم بنفس القطعه اللي قطعت بها السابلي. من بعد كناخذوا الطابع ديالنا وكنديروا فيه شويه ديال المايزينا باش ما تلصقش لينا وفات هاد الطابعات باش ما يلصق ليناش في عجينه السكر، وكنطبعوا به الاشكال اللي بغينا. دابا غادي ناخذوا البانسو مع شويه ديال الماء اللي غادي نمسحوا به فوق الصابلي باش نلصقوا عجينه السكر.
باش نحصلوا على شكل راقي جدا غادي نزينوا هذا الصابلي هذا باللون الذهبي بهذا الملون اللامع وبالبانسو يكون رقيق بزاف. بالنسبه للناس اللي في المغرب يمكن لهم يستعملوا الملمع الذهبي اللي كيتبع غبره في القريعات صغار يخلطوه مع نقيطه ديال الحامض وغادي يحصلوا على نفس النتيجه. انا جربتها وصدقات ليا. كيف ما شفتوا كناخذوا البانسو كنصبغوا فوق من ديك الكتابه من بعد كنخليو الصباغه ديالنا تنشف. هذا هو الشكل النهائي ديال لي صابلي ديالي ديال العيد بشكل جميل وراقي كيف ما عودتكم دائما. في هذا الفيديو هذا عطيتكم وصفه جديده ديال الصابلي ووريتكم كيفاش تخدموا عجينه السكر باش تحصلوا على شكل رخامي وكيفاش تزينوها بالملمع الغذائي باش تحصلوا على اشكال جميله وراقيه جدا. كنتمنى تكونوا استفدتوا وكذلك استمتعتوا معايا في هذا الفيديو هذا وتكون عجبتكم الفكره. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم. بالنسبه للكود برومو فهو موناليزا كيعطيكم الحق تخفيض 20% في لي دو كيت ديال الطوابع ديال العيد وحتى الخميسه حتى هي اللي غادي تلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف. كنشكركم بزاف على المشاهده ونتلاقاو قريبا في فيديو جديد.